النهاردة عايزين نتعرف على كيفية طريقة شراء جوز بادجي استرالي عشان أبدأ بيه الهواية. بداية عشان أبدأ هواية طيور البادجي الاسترالي وتربيتها، لابد أن يكون عندي قفص للتربية يكون عرضه ما يقلش عن 40 سنتي، لأن طيور الزينة أو البادجي الاسترالي بتطير بالعرض. كمان نكمل محتويات القفص من مساكة للمحار ودرج للأكل ومسأل المية، دي أهم احتياجات قفص تربية طيور البادجي. ويكون عندي مجسم او اتنين نعلقهم بشكل افقي مع القفص، يكون المجسم من الخشب. بعد كده هنعمل مع بعض رحلة لتاجر العصافير نعرف ازاي نشتري ذكر وانثى بادج استرالي. بداية تختار تاجر ثقة عشان ما يديكش جوز اخوات، لان زواج الاخوات في طيور البادج الاسترالي بتنتج مشاكل في الوراثة، وبتنتج طيور مريضة، وبتنتج عيوب أمراض الوراثة بتبان في زواج الأقارب. يبقى بنتأكد من البايع إن الذكر والأنثى مش إخوات، أو نفضل إن احنا نشتري الذكر من مكان والأنثى من مكان عشان نضمن إن نتغلب على مشكلة الدم الواحد. الحاجة التانية نشتري طيور البادج الأسترالي في وضح النهار، لأن في النهار بتبان طيور الزينة على طبيعتها، العصفور ما يكونش خامل وبيكون بيتمتع بالحركة والنشاط والحيوية، ما يكونش منكمش أو نايم أو منزوي في ركن من أركان القفص أو قافل جفونه باستمرار، دي علامة على إن العصفور مريض. لكن إن كان مفعم بالحيوية ده علامة على إن العصفور غير مريض. كمان تتأكد من عدم وجود إفرازات أو صديد في منطقة العين أو دموع، وتتأكد إن رجل العصفور كاملة الأصابع، لأن الأصابع بتلعب دور هام جدا في التزاوج وتلقيح الذكر للأنثى، لأنها بتساعدهم على الإمساك بالمكسم أثناء عملية التزاوج. كمان تتأكد إن الرجول معلهاش أي زوائد ولا تقيحات ولا مشاكل جلدية. الحاجة اللي بعد كده تتأكد إن فضلات العصفور تكون تميل للشكل الصلب وما تميلش للشكل السائل، لأن الفضلات السائلة ده دليل على إصابة الطيور بالأمراض المعوية خاصة الإسهال. بكده نكون اتأكدنا من نواحي مهمة جدا في صحة العصفور. كمان يتمتع العصفور بريش جميل، يتمتع العصفور بمنقار غير مشقق وأظافر سليمة. وبكده نكون تأكدنا من حالة العصفور اللي احنا هنشتريه. اول ما تشتري العصافير دي ما تدخلهمش على الغية الموجودة عندك في البيت، اعزلهم في قفص مستقل لمدة اسبوع للتأكد تماما من سلامتهم عشان ما يخشوش بأي مرض على القطيع اللي عندك وتصاب العصافير بالعدوى من الطيور المريضة. ان عجبك الفيديو ادعمنا بلايك واعمل اشتراك للقناة. الى اللقاء في فيديو اخر، تقبل تحياتي.